وربما السؤال الأهم القائم الآن، وأنت أمين سر حركة فتح وممثل رسمي لها، ما هو موقف الحركة حول الجهود الوسطاء الثلاث والبيان الذي صدر، وكذلك رؤية الحركة لما قد يحدث سواء من حركة حماس أو من الكيان المحتل؟ الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية باركت وتبارك أي شيء يوقف هذا النزيف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. ولكن شيء مهم، يجب أن يكون وقف إطلاق النار، ويجب أن يكون كل شيء ليس على حساب الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يطمح إلى وقف إطلاق النار وخروج الأسرى وإعادة الإعمار. في نقطة مهمة، يعني اليوم الخلافات، معبر فيلادلفيا لم يحل موضوعه. النقاط الذي يحاول الإسرائيليين خلقها كل مرة، وخلق إبداعات جديدة بالنفاق والكذب، يحاول تعطيل أي شيء. المبادرة وما قدم من إن كان مصر أو قطر أو الرئيس بايدن وقع على هذا الاتفاق باركة القيادة الفلسطينية وباركة حركة فتح. ولكن بنفس الوقت نحن نثق بشعبنا ثقة كبيرة، نثق بشركائنا بمصر، بكل شركائنا العرب الذين يدافعون عن القضية الفلسطينية. ونحن الشعب الفلسطيني اليوم من سيحاول، من سيرفع الهم عن الشعب الفلسطيني الذي وصل أكثر من 40,000 شهيد و 91,800 جريح؟ من سيعوضهم كل ذلك؟ من سيحاول إعادة الإعمار؟ أنا بدي أقول لك شغلة واحدة، الذي يسعد الشعب الفلسطيني ويقبل الشعب الفلسطيني شيئا واحدا مهما، تحقيق آمال وطموحاته في بناء دولته الفلسطينية، عودة اللاجئين، الضفة وغزة والقدس، هو كتلة واحدة كما أتى بالقرار محكمة العدل الدولية بأنه هاي دولة محتلة والاستيطان محرم، ويجب إعطاء حق الشعب الفلسطيني ضمن القرارات الدولية وعودة اللاجئين ضمن قرار 194. غير ذلك أنا أعتقد أن نحاول نعيد الكرة مرارا وتكرارا، ولا استقرار ولا أمن في المنطقة بدون إعطاء الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي وحقه المشروع في أرضه وتحت دولته الفلسطينية. وأنا بدي أقول لك شيء مهم، اليوم القيادة الفلسطينية بمنظمة التحرير، قيادة منظمة التحرير والرئيس أبو مازن وكل القيادة الفلسطينية متحدة تحت إرادة واحدة. نحن لا نقبل عن إطلاق لا إهانة الشعب الفلسطيني، ولا إنه الشعب الفلسطيني يلوى ذراعه في حال من المراحل، في مرحلة من المراحل، وأن لا يكون أي حل على حساب هذا الشعب الفلسطيني. نعم.